ادوني 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول فرده يعني ليه؟ انا دافع حاجه من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حموله ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربيه بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. ارزاق يا صاحبي، دول بيكسبوا اكتر من تجار المخدرات. الرجاله ما تفرغ نقله بتاع العربيه، اجيب تمن نقل معلم البلد. والله انا عبد المأمور، عندكم صاحب المالك فاهمه معاه. حاجه بالعقل، لما تقع علينا البطيخه ب3 جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله ب100. انت دافع حاجه من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذه؟ فتح شؤون اجتماعيه ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شويه عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبه تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي، عدم المؤاخذه، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذه عايز ايه؟ تريحنا في السعر شويه يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية ب4 جنيه بالصلاة على النبي. وماشي المزيد. 4 جنيه 4 جنيه لوكاسيون. بقول لك ايه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. 4 جنيه 4 جنيه يلا لوكاسيون. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكة، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاقسي بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيك. وماله، بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي،
مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في داري وتقول الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركات جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخل معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا شخل الجيبه. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله. ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرغ العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خويا لو بتيها روحك بدعي على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. نعيم خليه يجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنا يا بلدينا صلاح النوبه عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو خوليو قلبهم، طلع كل اللي معاهم وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. طب ادينا 100 بطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسة جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعال يا بوس اديله 100 اديله 100 150 150 اديله 175 175 175
قوم العربيه اللي مستعاد 2 ونص قول لاخور ايه 150 2 ونص وتعالى وبص 2 ونص تعالى وبص يا صاحبي 1 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 في حاجة تانية 2 ونص وتعالى وبص 2 ونص وتعالى وبص 2 ونص 2 ونص وتعالى وبص يلا انا انت وهو من هنا احنا واقفين في ملك الحكومة هو احنا واقفين في ملك ابوك 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 يا روح امك بس يا جدع انت هو ايه يا معلم بلاس دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق معاكم ترخيص ايوه يا بيه اهو مين فيكم رضوان ده ابويا سعاده البيت والبضاعه دي بتاعتنا ما الترخيص سليم اهو يا معلم امال ايه الحكايه انا واقف في عرضك انا في عرضك يا سعاده الباشا احمينا من الراجل ده عامل معروف بقى في ايه اتكلم عايزنا نبيع له عمولته العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء انا ايوه انت واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له انا شفت يا بيه رمي الجاتا يا بيه جاتا يا ابني الله عيني في عرضك يا حكومه في عرضك في عرضك يا باشا في عرضك يا سعاده الباشا في عرضك احترم نفسك حوط العربيه لحد ما يخلصوا بيع واي حد يتعرض لهم اي حد خدوا على النقطه اه يا فندم ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك يلا كل واحد على حال سبيله يلا 2 ونص وتعالى بص 2 ونص تعالى بص 2 ونص تعالى بص تعالى بص طب 2 وبس 2 وبس ليه بقى يا صاحبي يلا خلي الفقير ياكل 2 وبس تعالى بص 2 وبس جرى يا باشا انت سبت كار العربيات ولا ايه لا اله الا الله يا معلم من ساب كاره اتقل مقداره الله امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه معقوله يا معلم ده احنا بنكمل بعض انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك الله امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه واد مين يا معلم اللي اسمه بركات هو فين الكلب ده اشوفه عشان اقطعه بسناني واشرب من دمه ليه عمل فيك ايه عدم المؤاخذه لاسع مني 10 بواكي هو الواد صح معقوله دي حد يلسع من الباشا بريزه وده اللي حصل لما برج من نفوخي حيشت الله يعني دي مش اول عمليه يعملوها العيال دول اكيد مسنودين هيكون مسنودين من مين يعني هيكون من غيره قصدك الملك انتوا جننتوا ولا ايه الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه نعم اخويا وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر ايوه ما هو لا اله الا الله ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر وانت ما بلغتوش ليه على 10 بكاوي اللي لسعوهم منك 10 بكاوي طلعوا مين الولدين دول واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري بالذمة مش مكسوفين من نفسيكم عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده وإلا هيكون موقفكم زي الزفت الله ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج المأشفين دول استحالة طبعا
يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاقسي؟ ليلتك سعيدة. مع السلامة، اتفضلوا. ألو؟ أنا أمين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق؟ أي خادم؟ أهلاً يا معلمين، افتحوا الطريق. خد. ليش لزوم يا معلم؟ هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. Thank you.
ايه؟